عليكم. اليوم نروح لولاية وهران وبالضبط في مدينة وهران لنعرفكم على الميناء نتاع وهران بعد عملية تاع التوسعة اللي ضعفت القدرة تاع الاستيعاب تاع المعالجة تاع الحاويات. إذا بدون إطالة خليكم تابعوا هذا الفيديو الكامل والتفصيلي عن ميناء وهران الجديد بمواصفاته الجديدة بعدما تم توسيعته كما قلت إلى الضعف. إذا أترككم تتابعين الفيديو والسلام عليكم. نهضة اقتصادية الدول تعتمد بشكل حيوي على شبكة نقل البضائع والسلع. ميناء وهران هذا توسعاته وتطويره بشكل تنموي متكامل سيزيد من طاقته الاستيعابية ما يعزز من قدرته في دعم حركة التجارة خاصة التصدير. ميناء بمواصفات عالمية، دقة في الإنجاز واحترافية في التسيير. هكذا أضحت الصورة النهائية لمشروع التوسعة الذي طال ميناء وهران، تعزيز للدور المركزي في سلسلة الإمداد وتنشيط لنظام خدمات النقل البحري المتكاملة والحديثة. نهائي الحاويات هذا أعطى ديناميكية أكبر لحركة البضائع ومختلف العمليات من تجهيز وتسيير وصولا للمناولة المينائية بفعالية أكثر تصل إلى 60% مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما أسهم في تقليص المدة التي تقضيها الحاويات على أرضيتها كما هو معمول به في أكبر الموانئ الدولية. توسعتها شملت 23 هكتار، كان انيسيالمون كان فيه واحد 13 هكتار ولا زدنا له 23 هكتار. بهذا وصلنا الى التوسعه، بهذا التوسعه الى باش يرفد مليون اي في بي. كان النهائي الحاويتي استقبل باخرتين ثلاثه تاع كمال بورت كونتينر، اما الان حاليا فهو يستقبل حوالي سبعه بواخر على فوق. لو روندمون افون كان شويه قليل باسكو كان عندنا بروبليم دو ماتيريال، دروك لو روندمون راه مليح الله يبارك. ان شاء الله غادي نستقبلوا سفن كبيره وغادي المردوديه ان شاء الله غادي تزيد وغادي ندفعوا من وتيره العمل. الاستثمار فيما يخص العتاد يتكون من 3 بورتيك دو كي 5 كافالي جربال اي 3 ارتيزي. في انتظار استلام العتاد حتى يصبح يعني ينافس التيرمينو كونتينر تاع العالم ان شاء الله. بعد استلام المعدات المينائية الجديدة المتخصصة في الرفع والتحويل تكون الولاية قد أحرزت خطوة كبيرة نحو التنمية الاقتصادية والتجارية غرب البلاد كثمرة مجهودات مضنية بذلتها المصالح الولائية وإدارة الميناء ضمن الاستراتيجية الرامية لبناء خطة محكمة لتطوير وتنمية الساحل الغربي. نهائي الحاويات هذا استثمار هام في البنى التحتية ضمنته الدولة لفتح سبل أكبر نحو سلاسل التوريد والتجارة العالمية. توسعته مكنته من استيعاب السفن من الحجم الكبير. سجلت المؤسسة ارتفاع فيما يخص عدد الحاويات مقارنة بشهر سبتمبر 2022 بزيادة حوالي 51% من عدد الحاويات. أما كذلك فيما يخص رقم الأعمال فقد سجلت المؤسسة ارتفاع حوالي 48% مقارنة بالسنة الماضية. الأشغال منتهية 100%، بطاقة استيعاب مليون حاوية، و تم الانجاز يعني انجاز هذا المشروع الضخم هذا على ميزانيه على حساب ميزانيه الدوله وتم التكفل به من طرف مديريه الاشغال العموميه. اما التجهيزات فهي على عاتق ميناء وهران وتقريبا يعني منذ اكثر من سنه ونحن ننتظر يعني في وصول التجهيزات اللازمه، ولكن لحد الساعه مازال ما وصلت. ظن بلي باش كل الاجراءات الاداريه قد تم القيام بها وهم في انتظار استلام هذا العتاد هذا من اجل كذلك يعني تفعيل اقول يعني ميناء الحاويات. باعتماد نظم المعلومات الجغرافية وتحليل التخطيط الاستراتيجي سيسمح الاستغلال الامثل للمساحة الاضافية من الميناء بتحقيق ارباح ومداخيل كبيرة للدولة الجزائرية.